يتوجه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعايته يوم غد للاثنين الى دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه في زياره رسميه يلتقي خلالها بالقياده الاماراتيه ويجري سموه مباحثات تتناول تعزيز العلاقات الاخويه القائمه بين البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي في مختلف المجالات ودعم العمل الخليجي المشترك.